السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم، عودة حميدة ومحمودة إلى العمل وإلى الدراسة وإلى كل نشاط لجميع الناس وجميع إخواننا في كل البلدان العربية والإسلامية وجاليتنا في الخارج كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير للجميع. فصل الخريف فصل الحساسية بامتياز. فصل الخريف فصل تغير في الحرارة يعني، وفصل كذلك اضطراب في الجو وتغير في الرياح، اتجاه الرياح، فصل فيه غبار في الهواء وفيه رطوبة مرتفعة في الهواء، فصل لا زالت البيوت دافئة لأن الجدران بنايات أخذت يعني حرارة في فصل الصيف، ولا زال يعني البيوت دافئة من الداخل، والناس يتعرقون لما يدخلوا إلى المنزل يتعرقون، هذه أشياء يعني كل الناس يعلمه، ونحن لا نبحث إلا في علم التغذية فقط، إنما في كل الأشياء التي تتعلق يعني بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان، بما في ذلك البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذه العوامل كان علينا أن نعلمها للأطفال في المدرسة الابتدائية ثم نرتاح من هذه الويلات يعني الصحية. عوامل خارجية: ارتفاع الرطوبة، ارتفاع الغبار يعني في فصل الخريف، ثم تغير في الحرارة واتجاه الرياح، وتغير كذلك في اضطرابات الجوية، ثم العوامل الداخلية مع الأسف الشديد يعني. فهذه العوامل الخارجية نصحنا الناس بأن لا ينزعوا على الأقل ثيابهم الفوقية، هذه الثياب الفوقية، وأن لا ينزعوا غطاء الرأس، كانوا رجال أو نساء في كل البلدان. لما يدخل الشخص إلى المنزل ينتظر 10 15 دقيقة 20 دقيقة، يجلس يرتاح ينتظر، ثم ممكن لما يعني يتكيف مع حرارة البيت الداخلية ممكن أن ينزع ثيابه، ولا ينزع ثيابه هكذا عشوائيا، إنما أن يحذر يعني كانت نافذة وكان هناك تيار هواء يدخل، أو من الأحسن أن يغير ثيابه يعني في يعني منطقة أو يعني في المنزل تكون منطقة يعني ليس فيها يعني تيار هواء أو أشياء هكذا. والأطفال كذلك، الأطفال لا تتركوا الأطفال يكونوا يعني يدخلوا المنزل ثم ينزعوا ثيابهم بسرعة، فهذه الأشياء تساهم في الحساسية كذلك، تساهم في الحساسية، وعامل قوي جدا وعامل خطير هذا. العوامل الداخلية هي الأشياء التي تأكلونها في هذا الفصل. فهناك يعني ما شاء الله، أنا لا أطفال، نعم أطفال يعني نحن نركز على الأطفال لأن الدخول المدرسي، لأن حالتهم النفسية الآن مضطربة، لأنها الآن سيكونون مرهقين طبعا يعني، وسيأخذون معهم بسكويتات وحلويات، شوكولاتات، نقانق، مشروبات غازية، مشتقات الحليب إلى آخره إلى المدرسة، وهذه هي الكارثة. فيجب على الآباء يعني أن يمنعوا على الطفل أي شيء، أن لا يأخذ معه أي شيء، أن لا يأخذ الطفل أي شيء إلى المدرسة. لن يموتوا يعني، اطمئنوا، لن يموت الطفل إذا لم يأخذ معه بسكويت. يعني هذه الأشياء، بسكويتات، كعكات، علكات، مشروبات، هذه كلها أشياء تحتوي على مضافات غذائية، ونحن نتكلم بعلم، هذه معلوماتنا نحن، لا ننقل ولا يعني أبحاث في المختبر وليس أبحاث في النت. هذه المضافات الغذائية هي على أقسام، يعني هي حاليا 7 أقسام، ستصل إلى 10 أقسام، يعني مجموعات، هذه هنا مجموعات الملونات، المحفظات، المجمدات، يعني المحمضات إلى آخره، هذه الأشياء، المضادات للأكسدة الكيماوية، البي اتش اي والبي اتش تي، هذه الأشياء، هذه المضافات كلها مسببة للحساسية. ليس هناك مادة مصنعة ليس فيها يعني مضافات غذائية، المضافات الغذائية كلها مسببة للحساسية، من الملونات إلى المحفظات إلى المحليات إلى المجمدات إلى كلها مسببة للحساسية. إذا اجتمعت الملونات والمحفظات والمجمدات والمحليات والمنكهات يعني ترتفع الحساسية، تضرب في 5 وفي 6 وفي 7. يمنعوا على الأقل على الأطفال أشياء التي يأخذوها للمدرسة وسيكونوا إن شاء الله بخير. وعلى المدير المدارس وعلى يعني هذه المعلمين وعلى هذا يعني أن يأخذوا هذه الأشياء بعين الاعتبار، أن يمنعوا، أن يخبروا الآباء بأن لا يزودوا أطفالهم بأي شيء. قنينة ماء صغيرة للطفل، ولا يكون ماء بارد، يكون ماء على حرارة عادية يشربه الطفل. أو إذا كانت المدارس ممكن أن تشتري مياه معدنية للأطفال يكون أحسن، يكون يعني هدية من المدرسة للأطفال. فهذه لماذا أطفالنا هم الأطفال الذين الآن يستهلكون أكبر ما يمكن استهلاكه من البسكويتات والحلويات والأشياء في العالم؟ لماذا؟
فيعني هذا شيء مؤسف، والله شيء مؤسف. يعني وحتى طلباتنا في الجامعة، يعني حتى طلباتنا في الجامعة الآن يأخذون هذه الأشياء، يعني هذه يأخذون هذه الأشياء، يعني هذه البنات كلهن عندهم بسكويت وعندهم شوكولاتة، يعني في الشنطة هذه الطفل، هذه البنيات عندهم في الشنطة دائما شوكولاتة، ودائما أمها ولا أبوها هو الذي يزودونهم بهذه الأشياء، هذه يعني أشياء مخربة مع الأسف الشديد. لكن يعني يعني عوامل خارجية موجودة لتسبب الحساسية، زائد عوامل داخلية، هذه ما تأكلون يعني من الفاست فود والجانك فود والمواد المصنعة إلى آخره، يعني تكون حساسية 100%. لماذا لا تكون حساسية؟ نعم كي هناك حساسية، هناك كبار يعني عليهم، ليس الأطفال، يعني هناك يعني نساء ورجال، نساء الآن يعني سيصبن بالحساسية أكثر من الرجال، والأطفال أكثر من الكبار، لأن على حساسية الجسم، يعني هل جسم المرأة حساس أكثر من جسم الرجل، وجسم الطفل حساس أكثر منهم الاثنين. لماذا يحقن الناس هذه الحقنة السنوية في الأنفليونزا، هذه حقنة يعني الحساسية هذه السنوية في فصل الخريف، يحقنونها في فصل الخريف وليس في فصل الصيف أو يعني أو فصل الشتاء، يحقنون هذه الحقنة دائما في شهر 9، يعني فصل الخريف مع بداية فصل الخريف. ولماذا يحقنون هذه الحقنة لخمسة وستة وسبع سنين وعشر سنين وعشرين سنة؟ لماذا؟ ممكن يأخذ حقنة لما يشتد عليه، لما يشتد عليه الحال ممكن يأخذ حقنة، نعم، ولكن يأخذها مرة واحدة في حياته، وليس كل سنة. يعني يتصلون به بالهاتف ويخبرونه بأن موعد الحقنة وصل، يجب أن يعلم ما هي الأشياء، أن يستعد لفصل الخريف وأن يجتهد شيئا ما، يعني أن لا يعول، يعني أن لا يتكل على هذه الأشياء، يعني حقنة سنوية من الكورتيكويد ويعيش حياته وهكذا. هذه أشياء يعني مع الأسف الشديد هذه ممكن للناس أن يتفادوا كثير من الأشياء، يعني أن لا يتهوروا، الناس لا يريدون أن يجتهدون ولا يريدون أن يعني أن يتعلموا ولا يريدون، يعني ما شاء الله، والله ما شاء الله، يعني الناس لا يعملون شيئا ويضيعون أوقات يعني ثمينة وكبيرة وطويلة جدا في لا شيء، ولا يتعلمون أشياء، والآن أصبحت كل شيء بين أيديهم، لديهم هواتف ذكية فيها كل شيء، لماذا لا يقرؤون ويتعلمون هذه الأشياء؟ يكتبوا على الجوجل مسببات الحساسية وستخرج اللائحة، ويقرؤون ويستفيدون، وهذه الأشياء هذا مع الأسف الشديد. يعني هذه يعني نتمنى هذه السنة أن نبدأ سنة جديدة بدون أشياء يحملها الأطفال إلى المدرسة، وأن يتفق الآباء ويعني إدارات هذه المدارس، والأطفال الذين يأكلون في المدارس على الآباء أن يلقوا نظرة على ما يأكل أطفالهم في المدارس. هناك آباء لا يسألون عن شيء، لا يسألون عن شيء، لا عن سيرة الطفل ولا عن صحة الطفل وعن حركة الطفل وعن ما يأكل في المدرسة ولا كيف يتعامل مع أصدقاء ولا شيء. هني لا، ما شاء الله، يعني مسؤولية من هذه؟ والله مسؤولية من؟ يعني في الحلقة المقبلة سنعود لهذا المشكل، لا الآن الذي يعني ينزل بثقله على المجتمعات العربية، وهو أمر بسيط وسهل، أمر بسيط وسهل، ولن يعني ينفعكم فيه الكوتشين، ها الكوتشين، ها أعلمكم كيف تتعامل مع الطفل، لن ينفعكم فيه الكوتشين، هذه قضية مجتمع، هذا علم الاجتماع وليس كوتشين، هذا علم الاجتماع، وعلم الاجتماع طبعا لا يكون فيه الناس بارعون إلا لما يصلوا لسنة 65 و70 و80، لأنهم راكموا يعني دراسات وراكموا تجارب وراكموا ورشاهدوا مجتمعات أخرى وعاشوا ويلات، يعني وهذه الشيء، لذلك علم الاجتماع لا يكون عالم الاجتماع لديه 30 سنة أو 28 سنة، ما كان ذلك في التاريخ، علماء الاجتماع كلهم علماء متقدمين في السن. لماذا؟ لأن علم الاجتماع ليس لا يشبه العلوم الأخرى. فيعني سنأتي في الحلقة المقبلة وسيكون الحل من أبسط ما يكون، إذا كان الناس يعني يقتنعون بهذه الأشياء، ونحن لا نلزم أحد ولا نقنع أحد، يعني هذه فمسببات الحساسية أقواها وأشدها المضافات الغذائية، إذا كان الأطفال لا يأخذون معهم أي شيء إلى المدرسة يكون أحسن. كنت في السابق قد نصحت ببعض الفواكه، تفاحة برتقالة إلى آخره، من الأحسن أن لا يأخذ أي شيء كي يتعلم الطفل هكذا، لأن الجوع جيد للطفل، الجوع جيد للطفل. هناك نساء الآن يشتكين بأن الطفل ليست لديه رغبة في الأكل في الصباح،
أنا أقول ليست لديه رغبة وليس ليست لديه شهية، ليست لديه رغبة في الأكل أصلاً. لماذا؟ نعم ليست لديه رغبة في الأكل، والطفل لا يكذب، لأنه ينام متأخر يسهر ليل، ولأنه يتعشى متأخر ينام متأخر ويتعشى متأخر. هذا الطفل طبعا لا يقدر على طعام الإفطار في الصباح، ليس لديه رغبة في الأكل. يعني بسيطة جدا، فهل تقدرون أن الطفل ينام مبكر ويتعشى مبكر؟ إذا كنتم تقدرون فجيد، إذا كنتم لا تقدرون على هذه الأشياء البسيطة التي هي في الدول الغربية والدول الأمريكية أشياء عادية، أن الطفل ينام مبكرا ويتعشى مبكر، إذا كنتم لا تقدرون على هذه الأشياء هذه فأنتم لا تقدرون على المسؤولية. ثم في الصباح سيفطر الطفل، ثم إذا لم يفطر اتركوه في حاله، إذا لم تكن لديه شهية اتركوه، اتركوا الطفل لن يموت من الجوع، اتركوا الطفل. لأن يعني كثير من النساء ما الطفل لا يكون لديه رغبة فهي ترتعد وتخاف، ويعني ها الطفل لم يأكل سأعطيه شوكولاتة أو حبة زبادي أو كي يفطر، يا تعطيه يا سيدتي أي شيء اتركيه. إذا يعني لم تكن لديه شهية ولا رغبة في الفطور اتركيه في حالي، مع الثانية عشرة سيتغدى جيدا، اتركيه لن يموت من الجوع، اتركي، لأن إذا أعطيتي هذه الأشياء فسيبقى هكذا ولن يتعلم أن يفطر ولن يتعلم شيء هذا الطفل. يعني هذا فيجب أن يعني أن يعرف الناس كيف يتعاملوا، هي معاملة بسيطة لكنها تريد هدوء الأعصاب، تريد برودة الأعصاب مع الطفل، تريد صبر مع الطفل وبرودة الأعصاب، وبصوت هادئ وليس بصوت مرتفع، ثم تنتظر. السرعة لا تنفع مع الأطفال، يجب أن لا يكون الآباء متسرعين ويعني ينتظر الطفل فقط وسيعود، ينتظر وسيعود. وهذه الأشياء الأطفال الآن كان الله في عونهم، لأن يعني الآن عليهم هناك نقانق نساء الآن، لما إما تعطي نقانق لطفلها يأخذها المدرسة، أو لما يعود مع الثانية عشرة يتغذى بالنقانق. إذا لم تكن نقانق فماذا؟ ما هي أسرع وجبة؟ أنتم تعرفونها، إذا لم تكن نقانق فبيض. في كلتي الحالتين حساسية، حساسية وعدم امتصاص وعدم أي ما 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 أنادحك. غريب، والبيض مصنف من مسببات الحساسية، والناتس هادو يعني لوز وجوز وفول سوداني البيناتس هادو مسببين الحساسية، السمسم والكرفس والفراولة والطماطم والحليب والهذه والهذه الشريمب، هذه يعني هذه فواكه البحر، هذه مسببات الحساسية، هذه أشياء معروفة يعني. ثم بعد التوابل كذلك، حتى التوابل الآن يجب أن تقطع على الأشخاص اللي عندهم يعني هذه حساسية، حتى الكركم، حتى الكركم أشخاص اللي عندهم حساسية، حتى الكركم يجب أن يتجنبوا. يعني مسببات حساسية موجودة في المجتمع، لكن الأشياء الآن يعني حلويات وبسكويتات وكعكات أشياء يأخذونها يكون فيها أثر بيض، إذا كانت فيها البي إس أي البوفين سيروم ألبومين، هذه يعني هذه الألبومين اللي مستخرجة من الدم، إذا كانت ألبومين الآن في هذه المواد تكون كارثة، لأن مسبب الحساسية هذه. الكازين الآن، كازين الحليب مسبب الحساسية للأطفال. يعني إذا كان الطفل يأخذ حبة يوغورت مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، لا تحدث له أي شيء. إذا كان يتناول أربعة في اليوم لديه حساسية، وسيكون لديه لعاب يخرج من فمه في الليل، سيكون لديه أشياء تخرج من فمه في الليل، هذه أكيد حساسية هذه، وأشياء بسيطة لا ينتبه لها الناس، وهي يعني حتى الكبار يجب أن لا يأكلوا خارج البيوت في فصل الخريف إذا كانت لديهم حساسية، هل لا يأكلوا مواد مصنعة لأنها مسبب للحساسية. الأشخاص يبحثون عن أدوية وعن أعشاب وهم لا زالوا يتناولون مسببات الحساسية، لا تنفع، لا تنفع. يعني أنت يعني تأخذ سبع مسببات للحساسية في اليوم، السبع كلهم يعني الحليب والبيض ويعني والملونات في اليوم، ثم تسألني عن عشبة جيدة للحساسية، لا توجد هذه العشبة، والله لا توجد، لا توجد هذه العشبة التي تقضي على الحساسية، لا توجد. الناس والله غريب، أشياء غريبة جدا، يعني أشياء غريبة جدا هذه. فيجب أن يعلم الناس أن الحساسية يسببها نمط العيش، يسببها نمط العيش، إذا كان نمط العيش جيد ليس هناك حساسية، العوامل الداخلية على الأقل 50%، ثم تبقى يعني العوامل الخارجية،
احذروا الغبار، احذروا الرطوبة، يعني يجب أن ينظف المنزل جيد، الأفريشة إلى آخره، كي لا تنمو فطريات، كي لا يكون هناك يعني قريدات إلى آخره. فهذه الأشياء يعني جيدة لل يعني لهذه الحساسية، وممكن أن يعيش الناس إن شاء الله بسلام. وفي الحلقة المقبلة لازلنا يعني مع الدخول المدرسي ومع هذه الحركة يعني في أول سنة، الحلقة المقبلة سنتكلم عن الحل للأطفال. هو بسيط يعني إذا كان الناس سيقدرون، هما يقدرون عليه، ولكن نفسيا يكون صعب. وسهل يظهر سهلا، ولكن يجب أن يتعود الآباء على هذه الأشياء، سيكون صعب على الآباء. وهناك طريقان فقط، إما أن يتحمل الآباء المسؤولية، مسؤولية الطفل في تربيته، أو يتحمل المسؤولية بعد لما يأتيهم بكوارث، لما يأتيهم الطفل بمصائب على عمر 19 و 20 و 21 و 22، لما يكون لديه يعني أشياء خطيرة، ربما يتعاطى للمخدرات، ربما يتعاطى لأشياء هكذا، ربما يعني ينزلق، ربما أشياء هكذا. فإن شاء الله سنتكلم في الحلقة المقبلة عن هذه الأشياء التي ستساعد هذه المجتمعات. يعني إن شاء الله نحن كيف ما كان الحال، ولو أن هذه المجتمعات الطيبة، المجتمعات العربية كلها مجتمعات طيبة، يعني أنا أشك في ذلك، إنسان طيب، لأن رغم أن العوامل الخارجية كلها مسلطة على هذه الدول، مع ذلك لا زال فيها ناس طيبين، ونحن لا نرى إلا الأبيض. نعم، حقيقة هذه المجتمعات مجتمعات طيبة إن شاء الله، لكن هناك شوائب، هذه الشوائب أدخلت، ويجب أن نعلم كيف نستأصلها. وإذا تركنا ما لا يعنينا وذهبنا إلى ما يعنينا، ستكون مجتمعاتنا راقية إن شاء الله بالسهولة التي لا تتصور، لأن هذه الشعوب فقدت الأمل في التقدم. هذه الشعوب يعني نالت ما نالت يعني لمدة أكثر من نصف قرن، وفقدت الأمل في التقدم، ونحن لم نفقد الأمل في التقدم. ممكن أن نكون كذلك أمة متقدمة، وممكن جدا، لأن الذي أصابنا أصابنا من الداخل وليس من الخارج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.